هاتلي ما مرحبا بكم في سهلة مهلة. اليوم باش نعملوا بعضنا مرقة كعابر وإلا مرقة لوبيا بالكعابر وبالملح بطريقة سهلة مهلة. باش نستحقوا الحمى فروم شوية مالح اللوبيا البصل الثوم، والتفاصيل نتاع المقادير تلقاهم في صندوق الوصف. دونك أول حاجة نبدأ بها هي أني نشغل شوية زيت ونخلي فيه البصل والثوم نتاعي، نزيد عليهم الطماطم المعجونة ونص كمية الهريسة. دونك نخلط المقادير نتاعي مليح مليح ونغطي على طنجرتي ونخليهم يتقليو على نار هادية لمدة 5 إلى 10 دقائق. من بعد نزيدهم ماء سخون وباش نحط لي زيبيس نتاعي اللي هما الفحات التيبل والملح والفلفل الاكحل وكل شيء، وكما قلت بالتفصيل تلقاهم في صندوق الوصف. انا ديما نزيد الفحات في الماء مش في الزيت باش ما يتحرقوش ويسيبوا المطعم نتاعهم المر. وكي العاده باش نغطي على الطنجره نتاعي ونخليها تزيد التكتك شويه شويه على نار هاديه. كيما تشوفوا الماء نزيد فيه بشويه بشويه باش ما يغلبنيش وما تجينيش المرقه نتاعي مزقزقه. لو طون اللي المرقه نتاعي تحضر انا باش نحضر الحمى مفروم باش نزيد له بزيد ثوم كيما تشوفوا، الملح الفلفل الاكحل الهريسه العربي وحتى ثوم البودره. واذا تحبوها تجيكم مزوزه تحطوا شويه فلفل احمر حار. من بعد تبداو تخلطوا في المقادير نتاعكم في بعضهم بالكدا حتى لين اللحم نتاعي الكل يتفوح. وتوا باش ناخذ مغرفه صغيره باش نبدا نكيل بها باش الكعابر نتاعي كلهم يجيو قد قد، وباش نبدا نكعبر ونحط في صحن. الكعابر نتاعي حضروا توا باش نبدا نسقط فيهم بالوحده بالوحده في الطنجره نتاع الصوص، وكل ما نحط كعبه نحرك شويه المرقه باش ما يلصقوش الكعابر في بعضهم. من بعد نزيد شويه ماء ونغطي على الطنجره ونخليها تطيب في نار متوسطه. بعد تقريبا نصيف ساعه الحم نتاعي طاب باش نزيد اللوبيا باش نزيد الباريانت ونزيد الزيتون والفلفل الاحمر ونحرك شويه وننقص في الغاز ونخليها تكتك لمده ربع ساعه حتى لين تحضر. كانت هذه وصفه مرقه الكعاب، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسيوش تشتركوا في القناه وتلقوني زيد على